بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، تأليف الإمام محمد علي بن محمد علان البكري الصديقي الشافعي، وضع بأعلى الصحائف كتاب رياض الصالحين للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهما في الدارين، آمين. الحديث السابع في كتاب الاستغفار، وهو الحديث 73 بعد 800 والألف من أول الكتاب. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. في رواية في البخاري أنت مرتين، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أنت خلقتني وأنا عبدك. خدت بالك؟ في رواية كده، واخد بالك؟ ففي رواية كده ورواية كده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. وعشان كده عملوها ورد صباحي ومسائي، فهمت؟ ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. تفضل يا سيدي. أبوء بباء مضمومة ثم واو وهمزة ممدودة، ومعنى أقر وأعترف. تفضل يا سيدي. وعن شداد بفتح المعجمة وتجديد أولى الدالين المهملتين ابن أوس تقدمت ترجمته رضي الله عنه في باب المراقبة، قال في الفتح: وليس لشداد في البخاري إلا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيد الاستغفار. قال الطيبي 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 لما كان انت عارف عارف مقامه هنا في مصر، ده في طريق السيدة زينب كده، في مسجد اسمه مسجد سيد الطيبي ورا معهد الأورام كده، في الشارع كده اللي فيه الكوبري العلوي كده، ان شاء الله. قال الطيبي: لما كان هذا الدعاء جامعا لمعاني التوبة كلها استعير له اسم السيد، وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد في الحوائج ويرجع إليه في الأمور، أن يقول العبد أي المكلف: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني. كذا في نسخ الرياض: أنت واحدة، ووقع في البخاري بتكرارها. قال في فتح الباري: كذا بتكرارها في نسخة معتمدة، وسقطت الثانية من معظم الروايات. قال الطيبي: يجوز أن تكون مؤكدة، أن تكون مؤكدة، لا مؤكدة، مؤكدة، وأن تكون مقدرة. أيوة. نعم. ويؤيده عطف قوله: وأنا عبدك، أي أنا عابد لك. طبعا المرأة لما تقول الدعاء تقول: وأنا أمتك، ها؟ عشان ما تبقاش امرأة مسترجلة، ها؟ يبقى الايه سيد الاستغفار بالنسبه للمراه تقول: وانا امتك، والراجل هو انا عبده. كويس. اتفضل يا سيدي. وانا على عهدك ووعدك، سقطت الواو في روايه النسائي. قال الخطابي: يريد انا على ما عاهدتك عليه وواعدتك من الايمان واخلاص الطاعه لك ما استطعت، اي ومنجز وعدك في التوبه والاجر. واشتراط الاستطاعة في ذلك معناه الاعتراف والعجز والقصور عن كنه الواجب من حقه تعالى. وقال ابن بطال: قوله وأنا على عهدك ووعدك يريد العهد الذي أخذه على عباده في عالم الذر. في عالم لا ألست برب، أنا ما عنديش الذر، أنت عندك أنا الذر؟ في عالم الذر ألست برب. أنا عندي في عالم ألست بربكم. يعني احنا في الدرش لا ما تحذفش. ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وبالوعد ما قال على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إن من مات لا يشرك بالله شيئا وأدى ما افترض عليه أدخله الجنة. قال في الفتح: قوله
وأدى ما افترض عليه زيادة ليست بشرط في هذا المقام، لأنه جعل العهد الميثاق المأخوذ في عالم الذر وهو التوحيد خاصة، فالوعد هو إدخال من مات على ذلك الجنة. قال أيضا: وفي قوله ما استطعت إعلام لأمته أن أحدا لا يقدر على الإتيان بجميع ما يجب عليه لله تعالى ولا الوفاء بكمال طاعة الله والشكر على النعم، فرفق الله بعباده ولم يكلفهم من ذلك إلا وسعهم. قال الطيبي: يحتمل أن يراد بالعهد والوعد ما في الآية المذكورة كذا قال، والتفريق بين العهد والوعد واضح: أعوذ بك من شر ما صنعت أي صنعا، أو ما صنعته أي من الإثم والعذاب والبلاء المرتب على ذلك، أبوء لك، سقط لك عند النسائي، بنعمتك علي المفرد المضاف من صيغ العموم أي بنعمتك التي لا تحصر ولا تحصى، وأبوء بذنبي حذف لك في نسخ الرياض وكذا هو في البخاري في الدعوات، ولعل حكمة تركها التأدب وترك الخطاب في جانب الاعتراف بالذنب. قال الطيبي: اعترف أولا بأنه أنعم عليه ولم يقيده ليشمل جميع أنواع الأنعام، ثم اعترف بالتقصير وهضم النفس. قال في الفتح: ويحتمل أن يكون قوله أبوء بذنبي اعترافا بوقوع الذنب مطلقا ليصح الاستغفار منه، لا أنه عد ما قصر فيه من أداء النعم ذنبا، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يؤخذ منه أن من اعترف بذنبه غفر له. وقد وقع ذلك صريحا في حديث الإفك الطويل، ففيه أن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. من قالها في النهار موقنا بضم الميم وسكون الواو وكسر القاف أي مخلصا من قلبه مصدقا بها أي بثوابها، فمات من يومه أي فيه قبل أن يمسي أي يدخل في المساء، فهو من أهل الجنة، وفي رواية النسائي دخل الجنة. قال الداودي: يحتمل أن يكون هذا من قوله إن الحسنات يذهبن السيئات، ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الوضوء وغيره، لأنه بشر بالثواب ثم بشر بأفضل منه مع ارتفاع الأول، ويحتمل أن يكون ذلك ناسخا، وأن يكون هذا في من قالها ومات قبل أن يفعل ما يغفر له ذنوبه، أو يكون ما فعله من الوضوء وغيره لم يتقبل منه بوجه ما، والله سبحانه وتعالى أعلم. ويفعل الله ما شاء، كذا حكاه ابن التين عنه. قال الحافظ في الفتح: وبعضه يحتاج إلى تأمل، ومن قالها من الليل وهو موقن بها خالف بين الحال، فجاء بها مفردة أولا وجملة ثانية تفننا في التعبير، فمات قبل أن يصبح أي يدخل في الصباح، فهو من أهل الجنة، رواه البخاري. قال ابن أبي جمرة، أو بتاع جبهة النفوس، جايبها ما من كتاب بهجة النفوس النقل ده، يلا. قال ابن أبي جمرة: جمع صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث من بديع المعاني وحسن الألفاظ ما يحق له أن يسمى به سيد الاستغفار، ففيه الإقرار لله وحده بالألوهية، والاعتراف بأنه الخالق، والإقرار بالعهد الذي أخذه عليه، والرجاء بما وعد به، والاستعادة من شر ما جنى العبد على نفسه، وإضافة النعماء إلى موجدها، وإضافة الذنب إلى نفسه، ورغبته في المغفرة، واعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا هو، وفي كل ذلك إشارة إلى الجمع بين الحقيقة والشريعة، فإن تكاليف الشريعة لا تحصل إلا إذا كان في ذلك عون من الله تعالى، وهذا القدر الذي يكنى عنه بالحقيقة، فلو اتفق أن العبد خالف حتى يجري عليه ما قدر عليه وقامت الحجة ببيان المخالفة لم يبق إلا أحد أمرين: إما العقوبة بمقتضى العدل، وإما العفو بمقتضى الفضل. انتهى ملخصا. يبقى احنا عارفين كده أن الناس بين العدل والفضل، نعم.
العدل ده حال اهل الكفار ربنا يعملهم بالعدل، وايه وحال المؤمنين ربنا يعملهم بالفضل. يبقى الكفار ربنا يرحمهم بالعدل، والايه والمؤمنين ربنا يثيبهم ويرحمهم بالفضل. فهمت بقى؟ يبقى ما تقول على واحد كافر مات الله يرحمه صحيحه برضه، لان هيرحمه رحمه الكفار وهو ان يعدل معه ولا يظلمه، خلافا لما عليه الوهابيه. لو واحد مسيحي مات قلت الله يرحمه يعتبر يطعن في عقيدتك، مش كده بقى؟ لان هم اصلا بيطعنوا في عقيده المسلمين من غير حتى ما يقولوا الله يرحمه، هم طعنين في عقيده الامه كده لوحدها شغلانه. فربنا ينجينا يا سيدي. هو العدل ده مش رحمه؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى عطل صفه الرحمه مع الكفار ولا عاملها؟ ولا عطلها؟ عاملها، لابد تعمل، بس لها صوره، عملها مع الكافر العدل لانه لا يظلم ربك احد. فهمت بقى ازاي؟ ادي كل الحكايه. يلا. وقال المصنف: من شرط الاستغفار صحة النية والتوجه والأدب، فلو أن أحدا حصل الشروط هل يتساويان؟ فالجواب أن الذي يظهر أن اللفظ المذكور إنما يكون سيد الاستغفار إذا جمع الشروط المذكورة، والله أعلم. أبوء بباء موحدة مضمومة ثم واو ساكنة وهمزة ممدودة لسكون الواو قبلها، ومعناها أقر بضم الهمزة وكسر القاف، وأعترف، ولذا وقع رواية بدله وأعترف بذنوبي. وأصل البوء معناه اللزوم، ومنه بوأه الله منزلا أي أسكنه فكأنه ألزمه به. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواته: كيف الاستغفار؟ قال: يقول أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. والأوزاعي مدفون فين؟ في مصر، في بيروت. ها؟ لما تروح بيروت إن شاء الله كده تبقى تزوره وتسلم لي عليه. قول له الدكتور يسري بعتني ليك. خلاص؟ يلا يا شيخ. وعن ثوبان بالمثلثة والموحدة والمفتوحتين بينهما واو ساكنة خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من صلاته بالتسليم منها استغفر الله ثلاثا، خضوعا لجلال ربه وتشريعا لأمته. وقال: اللهم أنت السلام أي السالم من سائر النقائص والمنزه عنها، أو المسلم لمن شئت من الآفات والمضار. ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال أي العظمة، ومنها التنزه عن النقائص. والإكرام أي أوصاف الجمال من الكرم والغفر والعفو. قيل للأوزاعي وهو أحد رواته أي الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: يقول أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم وتقدم في كتاب الذكر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. متفق عليه. وكأنه بيتأول القرآن اللي هي إيه؟ فإذا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان يتواب. تفضل يا سيدي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول قبل موته أي في ركوعه وسجوده من صلاته كما تقدم في باب الازدياد من الخير أواخر العمر، وذلك امتثالا لقوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. أتى به؟ نعم. أتى به تأكيدا لمضمون أستغفره. واستغفره. واستغفره. أيوه. نعم. لمضمون. أتى به تأكيدا لمضمون واستغفره، وإيماء إلى اعتبارها في حصول أثره. متفق عليه. نعم. وعن أنس
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. عنان السماء بفتح العين قيل هو السحاب، وقيل هو ما عن لك منها أي ظهر، وقراب الأرض بضم القاف وروي بكسرها قراب، والضم أشهر وهو ما يقارب ملأها. فضل. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى، فهو من الأحاديث القدسية: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ما دعوتني أي بمغفرة ذنوبك، كما يدل عليه السياق، أي مدة دعائك، فهي مصدرية ظرفية لا شرطية. والحال إنك قد رجوتني بأن ظننت تفضلي عليك بإجابة دعائك وقبوله، إذ الرجاء تأمل الخير، تأميل الخير وقرب وقوعه. غفرت لك ذنوبك أي سترتها عليك بعدم العقاب عليها في الآخرة، لأن الدعاء مخ العبادة كما ورد. وروى أصحاب السنن الأربعة: الدعاء هو العبادة، ثم تلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والرجاء يتضمن حسن الظن بالله، وهو يقول: أنا عند ظن عبدي بي. وعند ذلك تتوجه رحمة الله للعبد، وإذا توجهت لا يتعاظمها شيء، لأنها وسعت كل شيء. على ما كان منك من المعاصي وإن تكررت ولا أبالي، أي لا أكترث بذنوبك ولا أستكثرها، وإن كثرت إذ لا يتعاظمني شيء، كما تقدم في الحديث الصحيح: إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء، وإنه لا معقب لحكمه ولا يعني معنى. لما تدعي ربك ما تدعوش وانت بتجرب أو يائس، معقول يقبلني؟ لا، خلي عندك ثقة انه هيقبلك، وانه هو هيدي لك اللي انت عايزه وفوق اللي انت عايزه كمان، فهمت؟ يوم ربنا ما يخيبش ظنك. يلا يا سيدي. وانه لا معقب لحكمه ولا مانع لفضله وعطائه سبحانه. ومعنى قوله: ولا ابالي بكذا، اي لا يشتغل بالي به. وزاد سبحانه وتعالى هذا المقام تاكيدا، مبالغة في سعة رجاء خلقه فيما عنده من مزيد التفضيل والإنعام، التفضل خليها التفضل من مزيد التفضل والإنعام، فقال: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك أي عند فرضها إجراما، عند فرضها أجراما، لو كانت محسوسة، يعني جرم يعني محسوس، يعني لو فرضنا أن الذنوب دي بتتباع كده وبتتوزن بالكيلو وبالإنطار، يعني تبقى جرم يعني محسوسة. عند فرضها أجراما، عنان السماء بأن ملأت ما بينها وبين الأرض، كما في الرواية الأخرى: لو أخطأتم حتى بلغت خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. ثم استغفرني أي ثم استغفرتني أي تبت توبة صحيحة، غفرت لك ولا أبالي. وإن تكرر الذنب والتوبة في اليوم الواحد، والذنوب وإن تكاثرت وبلغت ما عسى تبلغ فتلاشت عند حلمه وعفوه. فإذا استقال منها العبد بالاستغفار غفرت، لأنه طلب الإقالة من كريم، والكريم محل إقالة العثرات وغفر الزلات. والإمام الشافعي على فراش موتي قال الشعر ده: تعاظمني ذنبي يا ربي، فلما قرنته بعفوك كان عفوك أعظم. قال كده وهو على فراش موته رضي الله عنه الإمام الشافعي، كان آخر شعر قاله يعني. يلا يلا. قال صاحب الفتح المبين: وما ذكرناه من أن المراد بالاستغفار التوبة لا مجرد لفظه، هو ما ذكره لفظ بعضهم، وهو الموافق للقواعد بالنسبة للكبائر، إذ لا يكفرها إلا التوبة بخلاف الصغائر.
فإن لها مكفرات أخر كاجتناب الكبائر والوضوء والصلاة وغيرها، فلا يبعد أن يكون الاستغفار مكفرا لها أيضا. وينبغي أن يحمل على هنا أيضا، على هذا أيضا، على هذا أيضا تقييد بعضهم جميع ما جاء في نصوص الاستغفار المطلقة بما في آية آل عمران من عدم الإصرار، فإنه تعالى وعد فيها بالمغفرة من استغفره من ذنوبه ولم يصر على ما فعله. قال فيحمل نصوص فيحمل نصوص الاستغفار المطلق كلها، المطلقة كلها على المطلقة هذا. كلها على هذا القيد. تمام. انتهى. نعم، ضم نحو أستغفر الله، اللهم اغفر لي من غير توبة ودعاء، فله حكمه من غير توبة دعاء. فله حكمه من أنه يجاب تارة وقد لا يجاب أخرى، لأن الإصرار قد يمنع الإجابة كما أفاده مفهوم آية آل عمران السابقة. فالاستغفار الكامل المسبب عنها المسبب عنه المغفرة هو ما قارن عدم الإصرار، لأنه حينئذ توبة نصوح، أما مع الإصرار فمجرد دعاء. ومن قال إنه توبة الكذابين مراده أنه ليس بتوبة حقيقية، خلافا لما تعتقده العامة لاستحالة التوبة مع الإصرار، على أن من قال أستغفر الله وأتوب إليه وهو مصر بقلبه على المعصية كاذب آثم، لأنه أخبر أنه تائب وليس حاله كذلك. فإن قال ذلك وهو غير مصر بأن أقلع بقلبه عن المعصية، فقالت طائفة من السلف يكره له ذلك لأنه قد يعود إلى الذنب فيكون كاذبا في قوله وأتوب إليه، والجمهور على أن لا كراهة، وذلك لأن العزم على أن لا يعود إلى المعصية واجب عليه، فهو إخبار عما عزم عليه في الحال، فلا ينافي وقوعه منه في المستقبل، فلا كذب بتقدير الوقوع. انتهى ملخصا. وفي كلامي كل ده نقله منين؟ من صاحب الفتح المبين اللي هو ابن حجر الهيتمي. هو ليه كتاب اسمه الفتح المبين في شرح الأربعين لابن حجر الهيتمي، هو نقله منه. يلا يا سيدي. وفي كلامه آخرا ما سبق، آخرا شيخي؟ وفي آخرا ما سبق، ولا أنا عندي خطأ؟ وفي كلامه آخرا ما سبق عن المصنف. نعم، وفي كلامه آخرا ما سبق عن المصنف من حديث ابن مسعود من اعترض كلامه من اعتراض كلام الربيع ابن خيثم، وأن لا كذب أصلا. وإحنا دي قريناه امبارح. أيوة. وإن أيد الحافظ كلام الربيع بل صرح به صاحب الفتح المبين، فقال بعد ذكر حديث ابن مسعود: وهذا أبلغ رد على من كره وأتوب إليه. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بغراب الأرض سيأتي أنه أبلغ مما قبله خطايا، ثم لقيتني في حال كونك لا تشرك بي شيئا لاعتقادك توحيدي والتصديق برسلي وبما جاءوا به، لأتيتك بقرابها عبر بها للمشاكلة، وإلا فمغفرة الله أعظم وأوسع في ذلك. في ذلك مغفرة، فعلم أن الإيمان شرط في مغفرة ما عدا الشرك، لأنه الأصل الذي ينبني عليه قبول الطاعة وغفران المعصية، وأما مع الشرك فلا أصل ينبني عليه ذلك. فالسبب الأعظم للمغفرة هو التوحيد، فمن فقده فقدها، ومن أتى به ولو وحده بأن لم يكن له عمل خير غيره أصلا فقد أتى بأعظم أسبابها، لكنه تحت المشيئة وعلى كل حال فمآله إلى الجنة. وأما من كمل توحيده وإخلاصه وأتى بشرائعه وأحكامه فإنه يغفر له ما قد سلف من ذنوبه ولا يدخل النار إلا لتحلة القسم، يعني عبورا عن الصراط. ويرادف المغفرة العفو، وفرق بينهما بأنها لما لم يطلع عليها أحد، وهو لما أطلع ولما اطلع عليه قال في الفتح المبين وهو بالتحكم أشبه، رواه الترمذي وقال حديث حسن. تقدم في باب الرجاء الكلام على رتبة الحديث، وكذا قوله عنان السماء بفتح العين
أي المهملة وبالنونين، قيل هو السحاب وقيل هو ما عن بتجديد النون لك منها أي ظهر إذا رفعت رأسك إليها. وقراب الأرض بضم القاف وروي بكسرها وهو بالضم أشهر، وهو ما يقارب ملأها ملأها وقيل ملؤها، قال في الفتح المبين، وهذا أبلغ مما قبله أي ولو بلغت ذنوبك عنان السماء، خلافا لمن فسره بما يوهم اتحادهما، لأن قرابها ملؤها، وهو يشتمل ملء ما بينها وبين السماء وملء طبقاتها السبع، وفسره بالملء وإن كان حقيقة في قريب الملء، لأن ذلك أبلغ في سعة العفو الدال عليه السياق. ثم رأيت بعضهم فسره بما يقضي أنه حقيقة في كل من الملء ومقاربه، فإن صح فلا إشكال. الحديث الأخير النهاردة بطمنكم بس حتى لا أروعكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة منهن: ما لنا أكثر أهل النار؟ قالت: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: وما نقصان العقل والدين؟ قال: شهادة امرأتين بشهادة رجل، وتمس الأيام لا تصلي. رواه مسلم. تفضل يا سيدي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر، بفتح أوله وثالثه المعجم وسكون ثانيه المهمل. قال في المصباح: المعشر والقوم والرهط والنفر لجماعة الرجال دون النساء، انتهى. نعم. وبه تبين أن استعماله هنا مجاز، أي يا جماعة النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار، أي اجمعنا بين التطوع بالمال وبالبدن. وعلل ذلك بقوله: فإني رأيتكن، أي أبصرتكن بأن كشف له عنهن لما رأى النار والجنة وما فيهما أكثر أهل النار، خال من المفعول. وإن كان رأى حلمية يعني شنو بالرؤية؟ ممكن يعني إيه حلمية؟ يعني في الحلم في المنام، فهو ثاني مفعوليها، يعني رأى مناما. نعم. يسموه حلمية، يعني رأى مناما، رأى رؤيا. نعم. حال من المفعول ولا خال من المفعول؟ فهو ثاني مفعوليها. رأى المنامية بتنصب ايه مفعولين؟ خال من المفعول الأولية، لأن رأى في منامه أنه كذا. نعم. يبقى تلاقي في منامه دي متعلقة بمفعول أولي. نعم. ثم اللي رأى نفسه مفعول تاني. نعم. يلا. ولا يخالف هذا كما تقدم حديث إيواء الرجل من أهل الجنة على 72 زوجة، اثنتان من بنات آدم، لأنهن أكثر أهل النار ابتداء وأكثر أهل الجنة انتهاء. وأنا قلت لكم كده امبارح، فاكرين؟ أو لأنهن أكثر أهلهم، أهلها بدءا، أهلها بدءا، أو أهلهما شيخ، لا أهلها يعني أهل الجنة وأهل النار؟ لا أهلها يعني بالنسبة للنار بدءا، بدءا ومنتهى لكثرة النساء، أو أهلهما. نعم. في مين؟ أو لأنهن أكثر أهلهما بدءا. خليها أهلهما يا جماعة، لأن أنا عندي أهلها، خليها بالمثنى أهلهما، يعني هم أكثر أهل النار وأكثر أهل الجنة. نعم. بدءا ومنتهى، بدءا ومنتهى، في البداية وفي النهاية. نعم. ومنتهى لكثرة النساء بالنسبة للرجال. قالت امرأة منهن: ما لنا أكثر أهل النار. ويقصد هنا نار التنقية، لا بيتكلم على أمته، مش بيتكلم على نار الخلود بتاع الكفار، علشان كده قال لهم أكثرنا من الاستغفار. قالت امرأة منهن: ما لنا أكثر أهل النار، حال من الظرف المستقر في الخبر. قال: تكثرن فوقية وكسر المثلثة اللعنة، وتكفرنا أي تسترنا العشير. تسترنا العشير؟ تسترنا العشير. شنو هي تسترنا؟ شنو
يعني تصل حسن العشرة، أو أحسن إليها ظهرا وبعدين مرة كده قصر تقول له من يوم ما شفتك وأنا ما شفتش يوم حلو، وهي عايشة ما بقى لها 20 سنة شايفة كل الحلاوة كلها. يلا نعم. مزيدة في المفعول الأول أي معروفه أو تنسين جميله، والعشير فعيل بمعنى فاعل أي الزوج. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي أي لصاحبي لب أي العقل الخالص من كنا، وذلك لعظم كيدهن وقوة حيليهن. قال تعالى العقل الخالص ولا الفعل الخالص؟ العقل اللب اللي هو ايه، اللي هو خلاصة العقل يعني عقل العقل. فهمت ازاي؟ قال تعالى ان كيدكن عظيم. قالت اي السائلة اولا ما نقصان العقل والدين اي الذي فينا. قال شهادة امرأتين بشهادة رجل. بعض المفسرين قالك اللي قال ان كيدكن عظيم ده مين؟ ده العزيز مش ربنا يعني. فبعض العلماء قال لك طالما ربنا ما قالش ايه وما ينبغي ان يقول ذلك كانه ايده. فهمت بقى ازاي؟ لان لو كان الكلام خطا كان ربنا ايه؟ عرض عليه. فكون ربنا جابه على لسان العزيز وسكت يبقى كلامه صح. فهمت يا استاذ؟ يلا. احنا بنقول كده علشان في ناس ايه قالوا كده، في بعض المثقفين واخد بالك قال لك ايه؟ ان اللي قال كده كنا عظيم مش ربنا، ده العزيز. طب بس ربنا رواها في القران، والقران ده كلام ربنا. وبعدين لو روى كلام خطا ربنا بيصححه. وما ينبغي ان يتخذ الرحمن ولدا، صححه على طول مش كده برضه؟ لكن كونه سكت يبقى ايه؟ يبقى اقره. فهمت؟ زي برضه لاتخذن عليهم مسجدا وسكت، يبقى اتخاذ المساجد بجوار قبور الصالحين جاهز. لان لو كان خطا كان ربنا وما ينبغي لهم ان يتخذوه مسجدا، ده لو كان قران وهابي. لكن القران مش وهابي يا سيدي. ها؟ ايوه. يلا قال شهادة امرأتين بشهادة رجل، وذلك لنقص عقلهن وقلة ضبطهن. وتمكث الأيام لا تصلي، فهذا نقص من الدين لفقد الثواب المرتب على فعلها، وإن كان لا إثم عليها في ذلك. رواه مسلم. ورواه البخاري في أبواب الحيض بنحوه من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. نعم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إحنا إن شاء الله يعني يمكن نخلص الكتاب ده على آخر رمضان، ونبدأ بعد رمضان إيه بكتاب المسند. بس أنا بودي إننا نخلصه قبل رمضان، ونبدأ آخر يوم في رمضان إيه في المسند، عشان يبقى إيه ناخد إيه بركة الزمان. يبقى بدأناه في إيه في رمضان ان شاء الله. فاحنا ايه هنحاول نخلص الكام صفحه الباقيين دول كده في مجلسين او ثلاثه بالكثير. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والحمد لله رب العالمين.